استاذ ثروت انت اكيد صاروخ الكوميديا في المسلسل ده، يعني انا بضحك اول ما بشوفك على الشاشه بضحك مبدئيا كده، فيعني انت واضح ان انت تموتنا على روحنا من الضحك طول الشهر. مساء الخير. مساء الفل. انا كده على الهوا؟ طب انا مش انت عارف. على الهوا والله. مساء الخير يا استاذ العبيس، والله انا مبسوط جدا والله على الكلمه الجميله ديت. اه يا حبيبتي انا سمعتك كده. اه يا حبيبتي كلمني بقى على الشغل مع يسرى ودورك في الف حمد لله على السلامه. لا طبعا الشغل مع ميجا ستار الاستاذه يسرى طبعا ده حاجه شرف ليا طبعا، يعني يمكن حتى لما اتعرض عليا الدور انا وافقت من غير اي حاجه، يعني يكفي الشغل مع الاستاذه يسرى. والاستاذ عمرو صلاح انا مش اول مره اشتغل معاه، اشتغلت معاه كذا حاجه كذا فيلم، ففي زي كيمياء كده، هو فاهم يعني في الكوميديانات وبتاعه، ففي كيمياء حصلت بيني وبينه. يمكن انا بقى اول مره اشتغل معاه، ادم اول مره اشتغل معاه، ميان اول مره اشتغل معاهم، بس يعني انا مبسوط جدا من الشغل ان في كيمياء كده. في رحله البحث عن الميراث اللي احنا بنبحث عنها دي طلعت، وفي شغل كويس باذن الله يا رب يعجب الناس.